يتفكرون. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، إنما كنت في أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي البيوت الآمنة، التي أدعو الله عز وجل أن تكون بيوتا آمنة بطاعته سبحانه وتعالى، وبالبعد عما يغضب الله عز وجل ويغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. كما أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يجعلنا وإياكم للمتقين إماما. ثم أما بعد، المال عصب الحياة، ولا يستطيع إنسان أن يستغني عن المال، وخزائن الله سبحانه وتعالى ملأة يعطي بالليل والنهار، لأنه هو الرزاق سبحانه وتعالى، وهو السماء رزقكم وما توعدون. البيوت الآمنة المال فيها وسيلة لا غاية، والبيوت المضطربة المتصدعة الآيدة للانهيار أو انهارت بالفعل، الأموال أو المال فيها عبارة عن قبلة وهدف وغاية. فلذلك الفرق بين البيوت الآمنة وغيرها أن البيوت الآمنة أخرج أهلها المال من قلوبهم، فجعله رب العباد سبحانه وتعالى في أيديهم، فيتمتعون بالحلال بما يعني قسم الله لهم من رزقه. أما البيوت المضطربة والبيوت المتعبة والبيوت المنهكة، البيوت التي فيها كل المشاكل، كل الموبقات، كل المشكلات، عقوق من ولد، تمرد من بنت، تقطيب وجه من زوجة، بخل في الكلام وفي المعاملة من زوج، هذا كله ناتج عن أن هؤلاء وضعوا المال في قلوبهم، والعياذ بالله محقت البركة من المال وهو في أيديهم. فدائما الإنسان الذي يضع المال في قلبه ويضع الدنيا في قلبه، والعياذ بالله تخرج وتتبخر من كفه، فلا يجدها ولا يجد البركة فيها. أما الآخر الذي أخرج المال من قلبه وجعله وسيلة في هذه الحياة لإسعاده وإسعاد من حوله، عندئذ يجد أن المال كثير في يده، كثيرة بركته بإذن الله رب العالمين. أنا أريد اليوم أن أتكلم عن كارثة ومصيبة دخول المال الشبهة والمال الحرام على البيوت أو إلى البيوت. ماذا تصنع شبهات الأموال أو الأموال المشبوهة أو الأموال الحرام في البيوت؟ أولا أريد أن أقول جملة في البداية قالها حكماؤنا وأباؤنا الأقدمون والأقربون، قالوا إن المال الحرام يذر الديار بلاقع، يعني بمعنى أن المال الحرام والعياذ بالله رب العالمين يجمعه الإنسان ليرى أو ينظر أنه يكثره، فإذا أو يكثر ماله، فإذا به يدخل هذا المال الحرام على بقية المال الحلال فيدمره، ويعني تتبخر البركة منه. ولذلك فرضنا جدلا أن رب البيت موظف مثلا، هذا الموظف يذهب إلى عمله كل يوم نصف ساعة متأخرا، ويغادر عمله قبل نهاية اليوم يوم العمل بنصف ساعة، فبالتالي عنده ساعة يوميا للأسف الشديد يعني ضاعت كل يوم. على مدى الأسبوع 6 ساعات، على مدى الشهر دخلنا تقريبا في 25 ساعة. فإذا سبحان الله هذه 25 ساعة أيضا هو يأخذ على الساعة كذا مثلا، يعني يأخذ على الساعة 100، فهذه 100 كل يوم هو لا يعملها ولكن يأخذها، يأخذ على أساس أنه يداوم في العمل مثلا 8 ساعات، فهو يخصم نصفه في البداية ونصفه في النهاية. فظن أن هذا ذكاء وهذه فطنة، هو أغبى الأغبياء. لماذا؟ لأن 25 ساعة دي مثلا ب 2500 هذه دخلت على بقية الراتب الحلال، أو 250 دي الرقم أي رقم يعني، دخل على الراتب الحلال بقية بقية المال. فهذه 250 أو 2500 أو المسألة نسبة وتناسب بأي عملة كانت، هو أدخل على ماله جزءا من حرام. ما الذي يحدث في بقية المال الحلال؟ تنزع البركة منه. طب دليل نزع البركة إيه؟ المرأة غير راضية، الولد غير بار،
البنت سبحان الله دائما غاضبة ومتمردة، العيال غير موفقين في الدراسة، العلاقات الاجتماعية مقطعة، يتمتع رب البيت الذي يكتسب حراما هذا ببغضاء من حوله، يبغضونه المحيطين به، يبغضونه لأنه إنسان سبحان الله لا يرى نفسه إلا صاحب مال، فينظر إلى الناس من علي. أنا أريد أن أقول أن المال كالحية، الحية دي ثعبان يعني، فيها سم وفيها ترياق. اللي يعرف فوائد المال لا تضره سموم الحية، يعني 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 ترياق أو يعني سم الإمساك، سم الإمساك أنك تمسك المال يعني في يدك ولا تنفقه في سبيل الله وفي أبواب الخير، سم يعالج بترياق الإنفاق. فالمال زي الحية، فبعض الناس يتاجرون في الحرام، وبعض الناس يبيعون الحرام، وبعض الناس يعني يوزعون الحرام. هؤلاء الدخل من هذا الحرام يدخل على بقية الأموال الحلال إن وجدت يلوثها وينجسها، فتصبح الأموال كارثة. ولذلك المال أساسا له آفات. أول شيء قد يجرني إلى معصية، لأن أنا بالمال يعني من الواجب أسأل من أين أو ما هي التجارة الحلال. وأنا أنصح الدول الإسلامية كلها وبالذات على الأخص أيضا العربية أن يعمل دورات فقهية لرجال الأعمال وللتجار، ولا ينافوا من هذا الكلام. يقول لك هذا الشيخ يفهمني أنا في الحلال والحرام، ما هو الحلال والحرام موجود في كتب الفقه، فيجب أن قواعد عامة. لسنا نقول أن هذا متخصص في علم الاقتصاد ومتخصص في العرض والطلب وآليات السوق وأسعار البورصات العالمية والأسهم وآليات الكلام الاقتصادي الكبير. نحن نقول أن العالم الشريعة يفهم يعني إيه حلال ويعني إيه حرام، واللي فيه الأشياء التي تؤدي إلى حرام تصير حرام. لا تبع هذا العنب حتى يأخذه مصنع يصنع به خمر، ما أدى إلى الحرام فهو حرام مثلا وهكذا. فأنت من الواجب أو أنا أرى أن الدول الإسلامية تعمل دورات فقهية لحصول أي إنسان على رخصة تجارة، لأنه يجب أن يعرف البيع والشراء. يعني إنسان يتزوج عشان يعمل بيت آمن، ألا نعلم الولد أو الشاب ما هي حقوق زوجته عليه وما هي واجباته هو نحوها؟ البنت عندما تتزوج ألا تذهب إلى دورة فقهية أو يدرس لها الأب أو الأم أو إلى آخره، معنى قضية احترام الزوج وتوقيره وتبجيله ووضعه في المكان اللائقة حتى تستقيم الحياة. إذا هذه في الزوجية، هذا في البيت الآمن. طب البيت الآمن يأمن بمال حرام؟ لا يأمن. ولكن كيف نؤمن البيت؟ لأن فرضنا جدا أن صاحب هذا البيت مكتسب بطريقة ما رجل أعمال تاجر، لابد أن ندرسه قواعد الحلال والحرام. فإذا حصل على إجازة أو رخصة سميها ما شئ في معرفته بالحلال والحرام، عندئذ نحن ضمننا أن هذا الإنسان سوف يكون قريبا من الحلال بإذن الله رب العالمين. هذا أمر. الأمر الثاني أن المال سبحان الله كان العلماء يقولون إياك أن تكسب أو تبحث عما لا تطيق شكره. عما لا تطيق إيه؟ شكره. يعني أحيانا أنا قاصر عن الشكر، فالمال لما يكثر لا أستطيع أن أشكر يعني. وبعدين أصحاب الملايين الكثيرة إذا وصل إلى ملايين، إذا أراد أن يحسب الزكاة يجب أن يأتي بمحاسب زي مدقق الحسابات، محاسب قانوني، يجلس يقول له أنا عندي كذا وعندي أسهم كذا وعندي في البورصة كذا وعندي أموال سائلة كذا وعندي أراضي زراعية كذا وعندي بنايات كذا. عندئذ يأتي العالم الفقيه مع المحاسب أو المدقق القانوني، يقول له العالم والله البنايات المؤجرة عليها كذا، والأرض الفضاء ليس عليها شيء مثلا، يعني الأصول الثابتة ليس فيها شيء، الأصول المتداولة والمتغيرة فيها زكاة، وهكذا الأرض التي تزرع وتروى بآلة لها نسبة، والتي تروى بماء المطر لها نسبة أخرى. إذن القضية عايزة تفهم. فإذا أفهم عالم الشريعة المحاسب المدقق الحسابات، يأتي هذا المدقق ويقول لصاحب العمل هذا أو لرجل الأعمال أو صاحب الملايين أو هذا الرجل، والله أنت يحل في مالك في هذا الشهر كذا وكذا وكذا من أموال. ليه؟ لأن أحيانا بعض الناس من الأثرياء
عندما يزوروا اقاربه وهم مستوري الحال، يعني حالتهم ما شاء الله بالنسبه لفقراء اخرين او لا ما شاء الله حالتهم ميسره، ولكنها لا ترقى الى حاله الثراء، فيعطيه من زكاه المال لا يصح، لا يصح، لان لا يذهب المال الى ذي المره اللي هو عنده قوه، عنده قدره اداء، القادر على العمل، ما ينفعش. وبعدين بدل ما ان اعطي انا كل سنه الفقير نفسه، الفقير نفسه لمده 30 سنه، لا يا اخي، انا اعطيه مشروعا، افتح له بابا من ابواب الرزق، بدلا من ان تعطيني سمكه علمني اصطاد. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل قال اما في بيتك شيء، عندما كان يريد ان يتسول، قال له ما في بيتنا الا قعب نشرب فيه الماء، كوز ميه، وحلس يعني زي فراش او سجاده قديمه نفرش بعضها ونفتحه البعض. قال اتني بهما. فثم عرضها النبي صلى الله عليه وسلم في المزاد، من يشتري هذين؟ قال رجل انا اشتريهما بدرهم. قال الاخر انا اشتريهما بدرهمين. فاخذ الدرهمين النبي صلى الله عليه وسلم واعطاهما للرجل وقال اذهب فاشتري لاهلك طعاما واشتري بدرهم الاخر راس فاس حديده كده راس فاس، ووضع الرسول له فيها خشبه وقال اذهب واحتطب ولا ارينك 15 يوما. جاء رجل ومعه مال كثير، قال هذا خير لك ان تسأل الناس اعطوك ام منعوك، ان المسألة لا تحل الا لذي فقر مدقع او لذي غرم مفضع او لذي دم موجع. يبقى اذا انا عرفت كيف انفق، يعني كمان المال الحلال ايضا لازم اسأل اين انفقه، يعني كيف الانفاق، طريقة الانفاق، من يأخذ الزكاة، من لا يأخذ الزكاة، يجب ان نسأل العلماء في هذا الامر سبحان الله، ونسأل الفقهاء، لا نستغني عن اهل العلم. الناس لما استغنت عن اهل العلم تفشى الجهل الديني بيننا، وتعالم الناس بعضهم على بعض، وظن كل واحد منهم انه عبارة عن يعني انه ابو حنيفة وانه مالك وانه الشافعي وانه احمد. لابد من سؤال اهل العلم المتخصصين كيف اخرج زكاة مالي ولمن ومتى وهكذا. هذا في مسألة الايه الطاعات. لكن آفات المال كثيرة، آفات المال سبحان الله قد تلهي الإنسان عن طاعة الله، قد تصيب الإنسان بالعجب، كما قال علي رأيت الناس قد نالوا إلى من عنده ماله ومن لا عنده ماله فعنه الناس قد نالوا، رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة، رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. أنا أريد أن يقيم الناس لا بالأموال، لا، يقيم الناس بالأخلاق، إن أكرمكم عند الله مش أغناكم، لا، ولا أفقركم ولا أقواكم ولا أكثركم عضلات ولا أكملكم صحة، لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقي هو السعيد، هو الإنسان الذي سعد في الدنيا وسوف يسعد في الآخرة. فأنا أرى والله أعلم أن المال لما أنا أكسبه لابد من الشكر. كيف أشكر على المال؟ أول شيء أرى أن المنعم والرزاق إنما هو الله، الذي رزقني بهذا المال إنما هو رب العباد سبحانه وتعالى، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا المال عندي أمانة، وطالما أنه أمانة وجب أن أرتزق من أبواب حلال، والباب اللي فيه شبهة أو حرام لا داعي. ليه؟ لأن الله لن يبارك فيه. لماذا لا يأخذ آل البيت زكاة الناس؟ ممنوع أن من ضمن الستة الذين لا يأخذون الزكاة آل البيت المنسبين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش. ليه؟ لأن دي أوساخ الناس، يعني خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فإذا العبد من الواجب هو يراعي ويتقي الله. هذا الكلام ليس للغني فقط، لا، الموظف الذي دخله محدود يجب أن يراعي أيضا أن يتقي الله في وظيفته، ولا يتعلل بأشياء معينة ويعطل مصالح الجماهير، عندئذ هو لم يخلص في المهمة الموكولة إليه، فلم يؤدي عمله كما ينبغي سبحان الله. فقد كمان أنت الله لما ولاك هذا الكرسي أو هذا المنصب في الوزارة أو في الإدارة أو في المكان، إنما ليرى، ليبلوك، ليمتحنك، هل أنت من الشاكرين ولا أنت سبحان الله من الذين لا يشكرون؟ هل أنت من الذين يشكرون سبحان الله يعني نعمة الله في أن باوك هذا المكان؟ أنت إن لم تشكر الله عز وجل يذهبك ويأخذك ويأخذ من تحتك الكرسي ويولي قوما آخرين. فأنا لابد أن أرزق أبنائي وبناتي وزوجتي من مال الحلال. طيب لما مثلا لما إنسان موظف
موظف سبحان الله العظيم وهو يعمل يعني مش كسلان عن العمل، هو يكره عمله. واول مصيبه في في دوائرنا في عالمنا الاسلامي ان يبغض الانسان عمله، فلما يبغض عمله يروح وهو يعني يائس، ويرجع وهو يائس وبائس، ويرى ان هؤلاء لم يقدروه، ويرى ان المال الذي ياخذه سبحان الله قليل. لا والله، لو رضي الانسان بالمال الحلال وقنع به لوضع الله سبحانه وتعالى البركة، فتجد الزوجة راضية والأولاد مطيعين ومتفوقين في الدراسة، والبنات لا قوة إلا بالله، عندهم حياء وعندهم أدب. أما عند دخول المال الحرام نسأل الله السلامة لنا ولكم، وعندئذ والعياذ بالله رب العالمين. لماذا كانت هدايا العمال غلول؟ يعني تغل صاحبها في النار، لأنه هو لو جلس في بيت أبيه وأمه أكان يهدى إليه شيء؟ هو لو جلس في بيت أبوه وبيت أمه هتأتي له هذه الهدية؟ لماذا لم يأتي هذا الرجل بالهدية لي أنا؟ لأنني لست في هذا المكان. وسوف أزيد الأمر توضيحا إن شاء الله، حتى نحاول أن نصحح مفاهيمنا نحو المال الحلال الذي يجب أن من حقوق الزوجة عليك أن تطعمها من حلال. وعشان الحلال موضوع يطول أزيده توضيحا بعد الفاصل إن شاء الله، كونوا معي بإذن الله. أهلا بكم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن وجوب إدخال المال الحلال حتى تصير البيوت آمنة. لماذا؟ كما قلنا قبل الفاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هدايا العمال، وعمر بن عبد العزيز لما جاءه احد الناس بهديه وهو امير المؤمنين قال له ما هذا؟ قال هذه هديه يا امير المؤمنين. قال انا لا اقبل الهديه. فقال له الرسول قد قبلها. قال عمر رضي الله عنه الرسول كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هديه ولنا نحن رشوه. وابن اللتبيه في القصه المعروفه الذي جاء بالصدقات للنبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا لكم وهذا اهدي اليه، قال عليه الصلاه والسلام غاضبا يعني ولو جلس في بيت أبيه وأمه هل يهدى إليه شيء؟ هدايا العمال غلول. إذن الهدايا التي تأتيك وأنت موظف عام في مكان محدد نتيجة وظيفتك، أما الحوافز والأشياء اللي من داخل المؤسسة هذا حلال. أما يأتيك هدية معينة سبحان الله كالهدايا المغلفة فيما يقال عليه أعياد الأم، عيد الأم تجد أن نصف الصف يأتي بهدايا، والنصف الآخر قد يكون فقيرا لا يستطيع أن يأتي للمعلمة بهدية. بالله عليكم، يعني المعلمة تراعي من؟ تراعي الذي أعطاها أو تراعي الذي لم يعطها؟ فإحنا الحقيقة يعني يجب أن نراعي مسألة الحلال يعني وندقق فيها، لأن الحلال هذا سبحان الله هو شفاء. لأن يعني لما سأل سعد رضي الله عنه سائلا حبيبه صلى الله عليه وسلم وكان يريد أن يكون مستجاب الدعوة، قال يا سعد في إجاز بسيط أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، بس أربع كلمات، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة بس. هكذا أنا لو أكلت حلال، هذه شوف خماسية من خمس كلمات محددة، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة بس. يعني بمعنى الآخر أنك إن لم تطب مطعمك فلن تستجاب دعوتك. هكذا يعني نحن ندعو لأبنائنا أن يكونوا بررة، ولكن أبنائنا ما أصبحوا بررة. لماذا؟ لأن المال فيه شبهة والدعاء سبحان الله. ولذلك كان أحد الصالحين يعني عندما آذاه أحد الناس فقال اللهم أطل عمره ووسع عليه في المال، فاعتبر أن هذا دعاء عليه، لأن المال لما يكثر يشغل صاحبه. وما المال سمي مالا لأنه مال بالناس عن الحق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ما ذئبان ضاريان أرسل في زريبة غنم أشد إفسادا فيها من حب المال والجاه في دين الرجل المسلم. حب الأول اللي عنده مال ينتفش، أنا عندي كذا، أنا أسوي كذا، أنا أملك كذا، أنا تاجرت في كذا، دخلت في دراسات جدوى كذا، أنا عندي عدة شركات كذا. هكذا المال يميل بالحق، يميل يعني بصاحبه عن الحق، وعندئذ تكون البيوت غير آمنة لدخول هذا المال المشكوك في أمره. قصة أبي حنيفة وهو رضيع نذكرها ولكن نذكر بها. أبو حنيفة كان عنده ثلاثة أشهر،
دخل والده فوجد امرأة غريبة ترضع أبا حنيفة. دخل إلى داخل البيت وقال لأم أبي حنيفة: من هذه الذي ترضع ولدي؟ قالت: هذه جارية جيراننا، وجدت الولد يصرخ وأنا مشغولة بالعمل فيعني أرضعته جزاه الله خير. قال: وما أدراكي، عسى أن يكون في مالهم شبهة أو حرام، فولدي يرضع لبن جاي أساسا من حرام أو من شبهة. خرجت الجارية، أمسك الطفل أبوه، يعني أبو حنيفة أبوه أمسكه، والطفل صغير، وضع الأب إصبعه في فم أبي حنيفة فتقيأ وأرجح كل اللبن الذي شربه. فبعد أن صار أبو حنيفة أبا حنيفة، يعني كان يرتج عليه أحيانا في الدروس، يعني يرتج، يعني اللي يفتح لي بشيء يسكت شوية عشان يستجمع. يقول أبو حنيفة في هذا العمر بعد 50 و60، يقول لأنه ولد سنة 80 هجرية ومات 150 هجرية وعاش 70 عاما رضي الله عنه، يقول أبو حنيفة عندما كان يرتج عليه: عسى أن تكون قطرة لبن من لبن الجارية التي أرضعتني ما خرجت مع سبابة أبي. يعني أبو لما وضع السبابة في قطرة ظلت في دم وجينات وكروموزومات وخلايا أبو حنيفة رضي الله عنه. فأبو حنيفة كان يستشعر أن هذه القطرة هي التي تجعله يتردد ويتلعثم أحيانا في الدرس وفي المحاضرة. هكذا كانوا يبحثون عن مسألة الحلال. كان الحسن البصري يقول: وددت درهما حلالا. تعمل به يا بصري؟ قال: يعني ادخله الفرن، دخله الفرن عشان يعني يصير جامد يحمص هكذا، ثم ادقه يصحنه يعني فيتحول الى ذرات، فاضعه في حق علبة صغيرة يعني، فاذا مرض انسان اخذنا على طرف السبابة بضع ذرات من هذا الرغيف ووضعناه على لسانه يشفيه رب العباد سبحانه وتعالى. اذا المال الحلال ده شيء كبير جدا في مسألة شفاء الامراض، لان الامراض تكثر في البيوت، وبعدين المشاكل تكثر، والرفق يتبخر، ويظهر بين الاولاد العنف وكراهية الولد لاخته، وكراهية الاخت لاختها، وغيرة الكبير من الصغير، وغيرة الصغير من الكبير، وعدم التوفيق سبحان الله. لا الاب راضي عن معاملة زوجته، ولا الزوجة راضية عن معاملة بنتها، ولا البنت راضية عن معاملة اخيها، ولا المدير راضي عن لماذا؟ لان المال الحرام اذا دخل في بيت من البيوت او مؤسسة، والبيت مؤسسة عظيمة جدا، ولكن لا يجب ان ندخل فيها حرام. ليه؟ لان الصحابية تمسك يد زوجها في الصباح وتقول: استحدثك بالله، هو خارج العمل، الا تدخل علينا حراما، فاننا نصبر على حر الجوع ولكن نصبر على حر، يعني ولكن لا نصبر على حر جهنم. ولذلك السؤال الذي يطرح دائما، تأتي الزوجة تقول: انا ذنبي ايه ان ابويا زوجني من هذا الرجل، وكان رجل صالح ويرتزق من حد، فجأة ربنا فتح له ابوابا من ابواب الرزق، او فتح عليه وبعدين يعني بدأ يرتزق من ايه، من شبهات ومن حرام، ما ذنبي انا؟ نقول: انت لا ذنب لك، لكن لا داعي للايه، للرفاهية المطلقة التي تعيشين فيها، لان مش ممكن المال الحلال يعيشك في هذه الرفاهية. يعني موظف محدود دخله كذا، فجأة فتح له اموال اخرى، فمش ممكن نروح نشتري بها اغراضا ترفيهية وكمالية ونقول والله هذا، لا لا، احنا نأكل للضرورة ونلبس للضرورة ونعيش للضرورة وهكذا الى ان يأتي الله يقضي الله امرا كان مفعولا. لكن ان الزوجة يعني والاولاد ينفقون على الاتساع في صغير الامر وكبير ويقولون والله هذا دخل، يعني هنعمل ايه بالمال، ما المال كده لامتاع الانسان، لا، نقول هذا خطأ على الزوجة التقية، على الاولاد البرر الاتقياء، ان اذا كان رزق ابيهم من حرام او جزء منه كبير من حرام، يجب ان يعيشوا مش معيشة الكفاف، قريبا من الكفاف للضرورة، يعني للضرورة، يعني في مسكن الحمد لله رب العالمين لا داعي لان نكبر السكن، في ملبس لا داعي لان نشتري الغالي منه، في سبحان الله مأكل ما سبحان الله، مش نستخدم المال الحرام في مجيئة وذهابا في اشياء ما انزل الله بها من سلطان، تتغير المجوهرات 3-4 مرات في السنة، مش عارف، والساعات والاقلام والديكور والاغراض والبيت لا، هذا كلام يعني ليس كلام المؤمنين هكذا يكون، بالعكس، انا اريد ان الزوجة التي تخاف الله عز وجل وحتى يبارك لها في عمرها وفي دينها وفي ايمانها وفي اولادها،
ان اذا كان الزوج بيرتزق من حرام وهو مكلف ان ياتي بالحلال، لكن هذه مهنته، هذه مهمته، ويرفض ان يتوب، يرفض ان يتوب لانه غير مقتنع ان هناك شيء حرام، هو مش مقتنع يعني، هو غير مقتنع ان يقول لك حرام ليه، هو في ايه الحرام دي، هذه تجاره، هذا اخذ وعطاء. المهم سواء هو اقتنع او لم يقتنع، فالكارثه الكبرى او المساله الكبرى، المساله الاساسيه، ان اللي حوله يراعون هذه المساله. ثم مهمه الاباء والامهات هو اقناع الاولاد والبنات بقضيه مساله البركه. البركه في الرزق دي ليس بكميته، لا والله، درهم سبق درهمين ودرهم سبق الف، ده حتى في الصدقات، فما بال في الاموال. الدرهم الحلال ربنا يضع فيه البركه، توصل لايه، الولد لا يمرض، يبقى خلاص ما انفقناش على الاطباء والادويه والى اخره. البنت سبحان الله ترضى بالقليل، مش عايزه، مش عارف، انا عايزه غطاء راس من النوع الفلاني، وعايزه ساعه من النوع الفلاني، وسياره من النوع، لا، نجد بنت قنوعه، كلما اعطيناها الحمد لله، هذا رضا، هذا كثير. ده في ناس لا تجد الطعام، سبحان الله، في 49% من فقراء العالم للاسف من المسلمين، فتقول لا 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 استغفر الله، انا يعني هذا رضا، والله هذا 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 تكرر منك يا ابي، هذا تكرر منك يا، سبحان الله. ولذلك احد الصالحين راح اخرج قبل موته مالا كثيرا من ماله، قالوا طب ولدك ماذا تترك له؟ قال ادخرت المال عند ربي وادخرت ربي لولدي. شو الكلام، انا عارف ان هذا كلام يعني مش عادي، قد يكون غير عادي، مش مسألة علو وخلاص، ده مسألة انه يعني يطرق الاسماع بطريقة مش محببة لكثير من الناس. الرجل عنده يقين في الله، يقول انا المال ادخرته لي انا عند الله، وادخرت ربي، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اذا المال الحلال لما يدخل تجد الولد بار متفوق، نبيه، يصلي، يتقي الله، ما ينحرفش، ربنا يرزقه بالصحبة الصالحة، يعني عنده سبحان الله الأدب في التعامل، البنت كذلك، الزوجة كذلك. لكن لما البيت كله يبقى عبارة عن حريق، وعبارة عن سجن، وعبارة عن أن والعياذ بالله لا أحد يريد أن يكلم فيه أحدا، وأن كل الناس تكره بعضها، الأخ يكره أخاه، والزوج كره للزوجة، وهو سبحان الله جالس على المخ أو في النادي أو مع شلة الأنس ليل نهار، تعرف أن البيت هنا في خلل. البيت هنا، البيوت لها أولويات، البيوت لها أولويات وفقها أولويات، لابد أن يكون الرفق والهدوء في البيت. أول ما تجد الرفق والهدوء اعلم أن هذا البيت بيت يأكل حلالا، سبحان الله. فالإنسان سبحان الله وما وش ايه، عايزين ما نخليش عند الاولاد الكلام في الملايين والمليارات، وحتى لعب معينه تقول له كسب كذا وكسب كذا، هذه تحمس الاولاد على شيء، على حب المال. لا، مش معنى كده ان نبغض المال، لا، ناتي به من حلال وننفقه في حلال وفي المكان الذي يريده رب العباد عز وجل. ولذلك في قصه كانوا ابائنا واجدادنا رحمه الله عليهم يقصوها علينا واحنا صغار، يقولوا قصة رمزية يعني، ونحكيها لأطفالنا دائما. واحد اصطاد عصفورة صغيرة، قنبرة هاي صغيرة كده، فقالت له يا رمزية، قالت له أنت إن ذبحتني لن تكتسب شيئا، أنا لا أزن شيء يعني لن تكتسب، ولكن أنا أعطيك يعني إن تركتني أعطيك ثلاث حكم، حكمة أنا في يدك، وحكمة وأنا على الشجرة، وحكمة وأنا فوق الجبل. فتركها وتركها على يدي. قالت له لا تصدقن بكل ما يقال لك أنه يكون ألا يكون، يعني ما تبقاش تصدق كل كلام يقال لك في المستحيلات وكلام في التهويمات كده في الخيالات، ما تصدق. فتركها وقفت على الايه، على الشجرة، قالت له لا تتلهفن على ما لم يكتب لك، ولا تندم على شيء، فيش داعي للندم، شيء لم يأتي لك من مال، سبحان الله. ثم قال لها، ثم قالت له يا مسكين لو ذبحتني لوجدت في حوصلتي 100 مثقال من الذهب. فعض أصبعه من الندم أنه تركها. قال هات الثالثة. قالت ثالثة من؟ أنت الأولى والثانية ما عملتش بها، أنت صدقت بما لا يكون أنه يكون،
وتلهفت وتندمت على انا وزني كله 10 مثاقيل، كيف يكون في حوصلتي 100 مثقال من الذهب؟ فالانسان دائما عبد الاماني، والاماني هو يعني 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 ركوب بحر الاماني كما يقولون، هو ركوب بحر المفاليس، رأس اموال المفاليس الاماني والامنيات. ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، نحن نريد عملا خلاقا، نحن نريد ان يكون كل المسلمين من الاغنياء ولكن الشاكرين، ولكن من المال الحلال. وخزائن الله سبحانه وتعالى يعني فيها ما يجعل كل الناس اغنياء، 6 مليارات يصبحوا من اصحاب الملايين، لكن الله عز وجل وسع على هذا، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني يوسع على هذا حتى يرى شكره، ويضيق على هذا حتى يرى صبره، ويرى رحمة الغني الشاكر بأخيه الفقير الصابر، لا يذله ولا يمتهنه ولا يصغره ولا يحقره، وإنما يعطيه حقه كامل غير منقص ولا يمن عليه. إذن الله عز وجل جعل منا الغني وجعل منا الفقير ليبلو بعضكم ببعض. صاحب الجنتين ماذا قال؟ قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، هذا طغيان المال، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا، هكذا قال. لكن سليمان عليه السلام النبي الغني الشاكر سبحان الله قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر ام اكفر. اما هذا المجرم قارون لما قال انما اتيته على علم عندي، ورفض ان يخرج الايه الزكاه كما يقولون هؤلاء، وورد ذكرهم في القران ان اطعموا من لو يشاء الله اطعمه، هذا الغني الكاند الجاحد المنكر لنعم الله سبحانه، ما من عباد لا يشكر أحدهم نعمة الله سبحانه، سواء على مستوى الأسرة أو مستوى المجتمع أو على مستوى الدول، ما من عباد لا يشكرون الله إلا وتزول النعمة. نسأل الله أن يجعلنا ويكون من الشاكرين، وألا يزيل نعمه علينا، هو ولي ذلك والقدر عليه. أترككم في فاصل قصير ثم تعودون إلي مرة أخرى إن شاء الله، كونوا مع بعد الفاصل، أهلا بكم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتواصل مع وجوب إدخال المال الحلال على البيوت المسلمة. أريد أن أقول لكم قليل يكفيك خير من كثير يطغيك، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. يعني العبد لما يأخذ القليل وربنا يضع عليه البركة ويضع في هذا المال القليل بركة، ربنا سبحان الله العظيم يوسع عليه المسألة. إذا أنا أريد أن البيوت الآمنة لها محاور محددة في مسألة المال. أولا مقصود المال، المال أنا عايزه ليه؟ ها؟ الطعام، الشراب، للملبس، للمسكن، للدوات. ما شاء الله بدأنا في الأسئلة إن شاء الله، أهلا وسهلا. بسم الله. مهرة من بريطانيا، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة. مرحبا مرحبا يا بنتي، مرحبا. أود أن توضح لي هذا الحديث إن شاء الله. نعم. وهو الناس شركاء في الماء والكلى والنار. نعم نعم. إذا كان الناس شركاء في الماء والكلى والنار، فلماذا يوجد الفقر؟ لأنهم شركاء في كل هذه المنتجات والثروات في البلد. شكر الله. السؤال الثاني، لماذا بما أننا سواسية كأسنان المس لا يكون أن نقبض كل إنسان بالتساوي، يعني المبلغ الذي يقبضه الإنسان كمعاش بالتساوي؟ لأن إذا كان عندي ذكاء أكثر من غيري فهذا بفضل الله، إذا كان عندي قوة أكثر من غيري فهذا بفضل الله. وبعد أن نتساوى في أخذ المعاش الشهري لنقول، ما يتبقى بعد ذلك نوزعه حسب يعني احتياجات الشخص الخاصة. نعم. طيب بارك الله فيك مهرة، أجيبك إن شاء الله. سعاد معنا، السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا يا بنت، تفضلي. أهلا. إذا سمحت أنا سؤالي إنه أنا استدنت من والدتي مبلغ من المال. أيوة. أو على أساس إنه أنا أرد لي. طيب. اللي صار إنه ماما توفت من شهر ونص. أيوة. واكيد حيعملوا يعني عملوا حصه ارث بالتركه، فانا خبرت انه انا اخذت هذا المبلغ. عظيم. الموضوع انه اختي قالت لي امك قبل ما تتوفى 5 ايام بالضبط كررت مرتين عليها اختك مسامحه باللي اخذته ما بدي اياهم. فانا هلا شو وضعي؟ هل انا برد المال
طيب حاضر يا سعد. او انا فيني اخذ منه جزء واتصدق على حدا فيه على روحه. بارك الله فيك يا بنتي، ما شاء الله عليك. شكرا. سلامك الله يا بنتي، شكرا الله لك. ام برين السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حبيت استفسر عن حكم عيد الميلاد والمشاركه فيه. حكم عيد الميلاد عيد ميلاد الاطفال يعني اللي بيعملوا حفلات يعني. طيب ان شاء الله نجيبك ام ابراهيم ان شاء الله. اولا ابنتنا مهرة من بريطانيا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس شركاء في ثلاثة، في الماء والكدأ والنهر. يعني لا يستطيع انسان ان يأتي على مجرى نهر ويقف ويقول هذا الجزء لا يشرب منه احد، ان على المشاع ارض السماء امطرت زي بالضبط ما نشوف في الدول الغربيه كلها غابات وخضره ومن كثره الامطار، لا ياتي انسان على مساحه معينه لم يعمل فيها مجهودا وقال والله لا انا هذه الاشجار ملكي لي لوحدي وهذه قطعه الارض. نفس القضيه في النار. فتسال يعني هذا يعني تفسير المساله طالما انه لم يحيزها بتعب خاص. ليه؟ من اصلح بوارا فهو له، فهي يعني انا لو جيت عند قطعه ارض لا يملكها احد واخذت اذن السلطات المختصه وعملت لها احاطه كده بسور واصلحتها فانا املكها. وسؤالها الثاني يسال عن لان الناس سواسيه وكاستاذ المشط، فلماذا نتفاضل في المرتبات والدخول؟ يعني من هي ترى ان الذكاء هذه منه من الله سبحانه وتعالى. ما هو الله جعل سبحان الله جعلنا متفاوتين، جعلنا درجات. هذه يعني هذا اختبار من الله. طيب معنا هاني الاول ونكمل بنتنا. ايوه هاني السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا حبيبي. دكتور عمر نصحت لي سؤالين. نعم. السؤال الاول يتعلق بالاسهم. الاسهم، هل تجاره الاسهم حرام ولا حلال؟ طيب نعم. بعض الناس يقولوا يعني نعم نشتري سهم واحنا بنشجع سهم. طيب والسؤال الثاني؟ السؤال الثاني معلش مش مرتبط بموضوع الحلقه. بس انا جالي بنت، انا عندي منه الله وايه الله وعبد الله ما شاء الله، وعايز اسميها اسم ينتسب الى الله سبحانه وتعالى. عايز تسميها ايه؟ اسم برضه فيه اسم الله. نعم. فساعدني في الموضوع ده. انت ايه عندك من ومن ومن؟ عندي منه الله وايه الله وعبد الله وهيبه الله فقط. وهيبه الله ما شاء الله. الله اكبر يا اخي والله انت حويت الخير كله. افكر لك حاضر يا هاني في اسم ان شاء الله ربنا يهنيك بهم ان شاء الله ما شاء الله عليك، يجعلوا لك يعني حرز من النار يا رب ان شاء الله. بارك الله فيك. الله يديك الصحه. انا جيت لحضرتك المسجد الله يبارك. بارك الله فيك يا ابني، اهلا وسهلا. بارك الله فيك يا هاني. طيب محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا. مرحبا بحضرتك يا شيخ. تفضل حبيبي. لو سمحت يا شيخ، انا كنت ارسلت لحضرتك رساله بسال حضرتك فيها ان انا الحقيقه الحمد لله رب العالمين ملتزم في شغلي جدا الحمد لله. بقضي شغلي بشهاده زملائي وبشهاده مديريني وبشهاده الناس اللي انا بتعامل معاهم بكل كفاءه، بل وان الحمد لله رب العالمين بفضل الله تفوقت على ناس كتير جدا 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 من زملائي اللي هم خبرات طويله جدا جدا في الشغل اللي انا بشتغله. انا اذكر هذه الرساله محمد فعلا وانا اجبت عليها وتقريبا خليت المكتب عندي يرسل لك الرد ان شاء الله باذن الله. انا اعرف رساله طويله حاضر ومهمه الحقيقه اذكرها. طيب. جيدا. نعم. طيب يعني يا ريت ان شاء الله حاضر المكتب عندي هيرسل. حاضر باذن الله. لان احنا ما سمعناش الاجابه. جزاك الله خير. بارك الله فيك يا ولدي. الله يرضى عليك. شكرا الله لك. ام سهيل السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك؟ الله يرضى عليك يا ربي يبارك فيك. عندي ثلاث اسئله لو. ايوه تفضلي. اول سؤال، عادي اعطي الزكاه حق الشيعه؟ وثاني سؤال، هل تقضى الصلاه في الاستحاضه؟ ايوه. والسؤال الثالث، انا اشتريت حاجه عند حرمه. أيوة. وسألت عن السعر ما رضت تجاوبني، قالت لي المبلغ اللي بتعطيني فيه انا راضي. سألتها سبع مرات ما جاوبتني، بعدين قالت لي انت ظالمتني بعد ما اعطيتها مبلغ معين. طيب وانتهى السؤال. بارك الله فيك يا بنت. حاضر اجيبك ان شاء الله يا ام سهيل. ايوه حاضر. ابو جراح السلام عليكم. هلا بصر. يا هلا ابو جراح كيف حالك؟ الله يرضى عليك يا رب. الله بالخير يا رجل يا طيب. الله يبارك فيك ابو جراح كيف حالك؟ ازيك ازاي صحتك؟ فضل ونعمة مغمورين في فضل الله الحمد لله. انا وياك الله يرحم والدينا. تقبل منا ومنك. تفضل ابو جراح. كثرة حر البال الحلال للرجل او المرأة، السؤال الاول. نعم.
وكيف نعلم عيالنا في الصغر على الحلال خاصة. طيب حاضر. كثير من الأسر غفلت عن هذه الشيء الطيب. بارك الله فيك أبو جراح. وجزاك الله خير. الله يحفظك. في ميزان حسناتك ادعينا إن شاء الله. خبر منا ومنك يا رب. الله يبارك فيك. طيب. أم بشير من السعودية. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. مرحبا أم بشير وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت دكتور حابة استفسر عن بخصوص القرض قروض البنوك. ايوه. انه هل هي حلال او فيها نوع من الربا؟ ايوه. لانه في يعني الان عروض كثير من البنوك انه الانسان ياخذ قرض منهم يشتري فيه عقار تمويل عقاري يشتري ارض او بيت وبعد كده هذا العقار يعني بيتسجل باسم شركة تسويق عقاري. نعم. إلى أن نقدر نسدد كامل المبلغ. أيوة. يعني مثل إيجار منتهي بالتمليك. نعم نعم نعم. وبس يتسدد كامل المبلغ للبنك يصبح العقار باسم المستأجر. عظيم عظيم حاضر. فهل هي فيها ربا هذا هذه المسألة أو حاضر. إنها حلال؟ حاضر مبشر أجيبك إن شاء الله. شكرا يا طيب. شكرا لله بارك الله فيك. أبو ناصر السلام عليكم. أبو ناصر أبو ناصر السلام عليكم أبو ناصر. السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا تفضل. كيف الحال؟ الله يرضى عليك أبو ناصر بارك الله فيك. الله يطول عمرك. عزك يا رب. الله يسلمك. استفسار بسيط يا شيخ. نعم. طال عمرك أنا موظف في مؤسسة. أيوة. والسكن بدل السكن ما يعطوني إياه كاش لازم إني أكون أنا على أساس إني مستأجر ينزلوا لي إياه كاش. أيوة أيوة. وأنا ساكن في بيت أهلي وأنا إنسان متزوج. نعم. هي الطريقة إني إذا جبتهم البيت وعندي ملحق في البيت إذا قلت لهم أنا ساكن مستأجر عند أهلي ويعطوني بدل السكن كاش. وكل زملائك يأخذون هذا البدل. والله هم أصلاً يعرفون عني. نعم نعم. يعرفون عني هذه الطريقة لأنهم أصلاً هم يجون البيت ويعرفون عنك إنك ساكن عند أهلك و. نعم نعم نعم. وفي بعضهم هم يسوي وفي بعضهم يعني يقول والله ما أعرف إنه حلال أو حرام أن تكون. نعم نعم. طيب أجيبك أبو ناصر بارك الله فيك. إن شاء الله. بارك الله. نعم. أم حمزة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا بنتي. كيف حالك يا دكتور؟ الله يرضى عليك يا بنتي. والله يا دكتور بس عندي استفسار. أيوة. إيه لو في أي مكان مثلا زوجي بيشتغل فيه أو شيء وعايزة أن أنا أعرف دخله منه أنه حلال ولا حرام. يعني مثل المكان دوت لو مثلا صالون سيدات أو مطعم أو كافيتيريا بس بيقدم فيها أي شيء من الأشياء المحرمة أو. أيوة ايوه. ده بيكون حلال ولا حرام؟ يعني هو بيعمل في صالون سيدات. لا هو لا يعمل في صالون. لا يعمل لا يعمل. هو مقاول كهرباء. مقاول وبالطبع بيجي له طبعا في بعض الاماكن زي كده. نعم نعم. طيب حاضر حاضر بارك الله فيك. شكرا. نجيب ان شاء الله عشر وقت بارك الله فيكم. فقضيه ان احنا نتساوى في الاعطيات امر غير وارد لان الناس ملكات ومهارات وهذا رجل عبقري وهذا نصف عبقري وهذا رجل ذكي ذكاء خارق وهذا ذكي ذكاء عادي وهذا غير ذكي فالناس تتفاوت فليس في هذا ظلم. ابنتنا سعاد امها اقترضت هي اقترضت من امها مبلغا ماتت الام من شهر تقريبا ولما اخبرت اخواتها واخواتها بان الام كانت هي مقترضة منها مبلغ قالت أخت لها أن يعني سمعت أمك تقول مرتين أن هي سمحت سعاد في هذا المال. يعني أنا أرى يعني طالما الأخت ثقة قد يلعب الشيطان في قلوب الأخريات أو قلوب الآخرين فأنا أرى أن يوزع هذا المال اللي اقترضتيه من الأم بالنصبة الشرعية بالنصاب الشرعي اللي كل واحد كان يوزع بنفس النصاب كانه جزء من مال الام وكل واحد حر في المال الذي ياخذه او تستاذنيهم فان هذا المبلغ يعمل صدقه جاريه للام بدون سيف حياء. امبريم تسال عن مشاركه اولادنا في اعياد الميلاد. والله منذ ان كثرت اعيادنا كثرت احزاننا. يعني عيد الميلاد يعني اتمنى ان نربط الاولاد الصغار كل عام بما يحفظون من قرآن إلى أن يصلوا إلى سن البلوغ وانتهى الموضوع على كده إن شاء الله. ولدنا هاني يسأل عن الأسهم والمضاربة فيها حلال أم حرام. الأسهم طالما هذه شركات تعمل في منتجات حلال أو تصنيع حلال يبقى خير وبركة إن شاء الله بإذن الله.
هو بيسأل عن عنده ما شاء الله منة الله يعني وآية الله أو كده يعني ربنا يبارك فيه إن شاء الله. إذا يعني اكتشفت اسمه أخبرك به إن شاء الله. أم سويد تسأل عن الزكاة. الزكاة تعطى لكل مسلم فقير طالما مسلم وفقير ومحتاج يعطى إن شاء الله بإذن الله. هل تقضي المرأة الصلاة أيام الاستحاضة؟ نعم لأنها لأن هذه ليست أيام حيض عادية. البائعة باعت لأم سهيل شيء وقالت لا ما اللي تعطيه لي أعطيتها قالت أنت ظلمتيني زوديها شوية حتى النفوس تكون طيبة. أبو جراح كيف نعلم أبناءنا؟ دائما نذكرهم بمسألة أن الحلال فيه البركة والحرام فيه الشؤم والهلكة. أم بشير من السعودية تسأل عن قروض التمويلية من البنوك للتمليك، فطالما أن في لجنة شرعية تقر هذا خير وبركة، ما فيش لجنة شرعية لابد من السؤال. الأخ أبو ناصر موظف في مؤسسة يعطوا بدل سكن ولكن لازم يكون فيه سكن، طالما أنه يتساوى مع إخوانه فهو وهو جالس عند أهله فحلال إذا أخذ من المؤسسة بدليل أنه كأنه يتأجر هذا المكان. أم حمزة تريد أن تعرف دخل زوجها حلال ولا حرام لأنه مقاول بيعمل في أماكن معينة، هو لا ذنب له فيما يأخذ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم من الحلال وأن يبارك لنا فيه وإن كان قليلا وأن يبعد بيننا وبين الحرام بعد المشرقين وإن كان ويبغضنا إليه وإن كان كثيرا، وجعل الله بيوتنا آمنة. لا تنسوا من صالح الدعاء، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم مع البيوت الآمنة. ولا تنسونا من صالح الدعاء، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم